سورة برضو فيها برضو آية متكررة متكررة غريبة أوي، كل شوية تتقال كل شوية تتقال: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ايه رأيكم بقى؟ ايه رأيكم في العتاب ده؟ ايه رأيكم في السؤال ده؟ شوف الكلمة الحلوة: ولقد يسرنا القرآن للذكر. سهل قوي انك تقراه، سهل قوي انك تسمعه، كلامه حلو وكلامه جميل وكلامه ممتع، اعجازه مبهر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. الله، للذكر يعني ايه؟ للقراية. انتبه بقى وخد بالك بقى الاحسن، ده الفاظ في القرآن كل لفظ محطوط في مطرحه، مفيش لفظ بري قط. ما قالش ولقد يسرنا القرآن للتلاوة. طب يمكن كلمة تلاوة مش معروفة في القرآن؟ لا معروفة، وجت فين؟ إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة، جت إيه؟ طب وكلمة قراءة اللي هي الحفظ جت برضه؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق، ما ادالوش ورقة. ما ده فرق بين القراءة وبين إيه؟ بين التلاوة. التلاوة تقرأها من ورقة، القراءة تقرأها منين؟ من قلبك، لأن مادة القرء تفيد الانفصال. ثلاثة قروء اللي هي إيه؟ حفظ. فمادة القرء تفيد الانفصال، ها قرأ قروء، وبالتالي القراءة انفصال، دي تقرأ من القلب غير التلاوة ممكن. المهم ما قالش يسرنا القرآن للقراءة، ولا قال يسرنا القرآن للتلاوة، ها، ولا قال يسرنا القرآن للسماع. ما هو إذا قرئ القرآن فاستمع، وطبعا إذا قرئ يبقى اللي قال هنا حافظ مش من مصحف، مش خيرالك مصحف تسمع، ما تقرا أنت. مغرمة حين وقفين وقلي جمنين. انا بقول لك للذكر، للذكر يعني ايه؟ ولقد يسرنا القرآن للذكر. للذكر يعني ايه؟ مش بس بقى تلاوة ومش بس قراءة. افلا تذكرون يعني ايه؟ افلا تتذكرون يعني ايه؟ افلا يتذكرون يعني ايه؟ ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر يعني مدكر. اصلا مدكر بالتاء والكاف، فأضغمت الذاء ستاء ثم قلبت الدال فبقت مدكر. مدكر يبقى كأن المفروض ان القرآن سهل قوي للتفكر والتأمل، فهل من متفكر فيه؟ هل من متأمل فيه؟ قد احنا قلنا لكم وضربنا لكم أمثلة التأمل كيف يكون. عاوزينكم تحبوا القرآن وتحفظ بينكم بالقرآن ألفة وتقبلوا عليه إقبال الوحيد، مش العابد اللي بيتلو عشان ياخد ثواب بس. لا، الثواب دي شيء إضافي. افرض إن مفيش ثواب على سماع القرآن ولا على قراءة القرآن، تسيبه بقى الحبيب بيتكلم، تحبش تسمعه؟ العظيم بيتكلم، ما تحبش تشوف بيقول ايه؟ الملك بيقول، ما تحبش تعرف بيقول ايه؟ عارف في حديث بيقول ايه؟ مثل الذي يقرأ القرآن ولا يعربه، والذي يقرأ القرآن ويعربه كمثل قوم جاءهم كتاب من ملكهم وليس لهم مصباح، فأخذتهم الرهبة ودخلت في قلوبهم ايه؟ الرهبة والخوف، مش عارفين ايه الملك بعت لهم، ما حدش عارف ايه، واللمبة مقشيش، مفيش نور، ودينا بالله، فخافوا. فجاءهم رجل بمصباح فقرأوا الكتاب. ذلك مثل الذي يقرأ القرآن ويعربه، والذي لا يقرأ القرآن ولا يعربه. يبقى اللي بيقرأ القرآن كده مش عارف، مفيش، أو بيقرأ وخلاص، بيقرأ وخلاص، عاوز يقول لك ختمت القرآن 3 مرات، ختمت القرآن 4 مرات، ختمت القرآن 7 مرات، عمال يقرأ. أنا مالي يا عم تفسير إيه؟ وماليش دعوة بالحاجات دي والتأملات والكلام ده، أنا أقرأ القرآن، أقرأ
عشان اجيب ايه؟ اجيب 10 مرات، اجيب 5 مرات، على قد ما اقدر. طب ما انت قاعد من غير مصباح، ما انت قاعد في ضلمه. هذا المثل اللي هيعرف بقى التفسير والتامل ويكلمك اهو ده اللي معاه ايه؟ النور. فهمت؟ ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر. ملفتة قوي قوي، وراح على طول التكرار بتاع لقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر، مكرره 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 مكرره، شيء غريب، مكرره قبل كل قصه وبعد كل قصه. ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر، كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. وبعدين ارسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم احسن مستمر تنزه الناس كانهم اعجاز نخل منقعد فكيف كان عذابي ونذر. ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر، كذبت ثمود بالنذر قبل القصه وبعدها، قبل القصه وبعدها. ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر. انتبهوا يا جماعه، انتبهوا.